حصريا. بص لها كده وقال لها: خير يا مدام؟ في ايه؟ يا ريت كده من غير ما ترد ما شوفكيش كده غير في اول يوم عرض. ده كلام عايزني اطلع انا بعد التاريخ الطويل ده، اطلع في مشهد اقف قدام شجره واتبول؟ لا ما صحش يا استاذ، ما صحش. تشاهدونه في الاوقات التاليه.